شباب نرجع نكمل الموضوع. اسمع الصوت. نعم دكتور واضح. تمام. احنا قلنا عندنا ديجيتال وانالوج، هنا دا يوضح شلون كيفية انتقال الانالوج والديجيتال سيجنال. يقول انالوج سيجنال ريبريزنت ذا داتا ويت كونتينوسلي فارينج الكترو ماجنتيك ويف. يعني هذه الاشارات، يعني هسه مثل هذا الاكزامبل، اكو شخص يتكلم بالهاتف، التليفون الارضي، ويتعامل مع هيش نوع من الاشارات، راح تنتقل على شكل انالوج سيجنال وعلى حالها تنتقل. بينما انا هنا اريد انقل تكست اللي هي باينري فولتج، انا من انطي مثل حرف اي، حرف اي فور اكزامبل نقول هو 32 يتكون من 5 بتات، يعني ممكن العفو 6 مثل 1 0 العفو 0 0 0 0 1 حسب التكست مالته بالاسكي كود. يريد ينقل هيج بيانات، هاي البيانات لما يسوي لها بلسز راح ينطي الصفر نقول 0 فولت، الوان 1 فولت، فراح تتكون هيج، تكونت الى على شكل ديجيتال داتا او ديجيتال سيجنال. شلون ينقلها بنفس هذا الميديوم؟ هذا يبقى على التليفون القديم ما يتعامل مع هيك اشارات، فاجا شيء المودم. قبل بالبدايه كان يربط، لما كان ماكو انترنت عندنا مثل ما موجود هسه، كان اكو انترنت عبر التليفون الارضي، فلازم يحصل على جهاز اضافي يضيفه مع وي خط التليفون، ومن ثم يربط الحاسبه عليه. فهذا شو يسوي الجهاز؟ هذا الجهاز يحول هذه البيانات، يعني التكس البلسز، هاي الاشارات اللي مثل هاي، الى شكلها بالانالوج، ومن ثم يرسلها، يعني بالاخير يحول الديجيتال الى انالوج كونفرتر باي نوع من موديليشن على مود تنتقل هذه الاشارات، وبالريسيفر يرجعها، لان انا بالريسيفر لازم ترجع عندي، ابدي بشي لازم انتهي بشي نفسه مثلا. فالديجيتال، كيفية ارسال الديجيتال داتا هو موضوعنا، يعني انا شلون ارسل الديجيتال داتا اللي هي تخص كل الامور الحديثة، من ويب بيجز، من ديجيتال ايمج، من تيكس، هاي الدردشة اللي نسويها انت، هاي ديجيتال داتا. فموضوعنا الداتا كوميونيكيشن نتعامل، بس لا توجد داتا كوميونيكيشن بدون الانالوج كوميونيكيشن، لان هو الاساسي او الفيزيكالي الموجود الحقيقي هي الكترومغناطيك سيجنال، اشارات كهرومغناطيسي، وهذه الاشارات الكهرومغناطيسي هي الاساس بالارسال. فاني شلون استثمرها في ارسال بياناتي الرقميه؟ هو هذا الديجيتال او الداتا كوميونيكيشن. تمام. واضح شباب؟ اي دكتور ما بيها شيء سهل. تمام. الكلاسيفيكيشن الثاني هي الاشاره نفسها تكون اما بريوديك، يعني تعيد نفسها بريوديك، دوريه او غير دوريه. فالبريوديك كومبليتس اباتين، يعني تعيد نفس النمط مثل ما شرحنا الباحه بالمختبر، يعني نفس الاشاره تنعاد بزمن معين، هاي اسميها بريوديك. الابريوديك هي عكس هذا الشيء، يعني الاشاره ما بيها ترابط، او العفو ما تعيد نفسها، ما بيها هذه الخاصيه مال اعاده نفسها. يعني هسه ناخذ هاي الاشاره اي، هاي البوينت هنا، البقي كله تكرار، هذا البريود مالته، وهاي هنا شنو؟ هاي الكونتينوس، هنا ديسكريت. الديسكريت هي هنا ديسكريت وبريودك نفس الإشارة ولكن متقطعة، يعني هذه الاستمرارية انشالت لأنه التايم اتقطع، يعني قام ياخذ جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هنا، فتحول الديسكريت كونتينوس. تمام.
هنا الابريودك يعني إشارة ما بيها ما تحتوي على هذا السلوك. يعني هنا لو أشوف هاي الإشارة يعني ما تعيد نفسها، فالدلالة أنه أني أعرف الإشارة أنه بريودك هي شي رمزولها F of T تساوي F of T plus T capital. T capital هذا البريود تايم. يعني كأنما إيش دي يوضح لنا هذا بس بالدلالة الرياضية. هذا الجزء العفو، هذا الجزء هو الـ F of T، هو نفس هذا الجزء الـ F of T plus height T capital. تمام. هنا ما يطبق هذا القانون. الكلاسيفيكيشن الآخر هو الديترمينستيك والنون ديترمينستيك. الديترمينستيك هي الإشارات المحددة، الإشارات المعرفة بمعادلة رياضية. يعني أنا لما أقول F of T تساوي E أس 5 T، أنا عندي هذه الإشارة ومحددة بتايم معين. بينما لو كان ما موجود هذا الموديل مثل النويز، فتكون الإشارة يسحولها random أو non-deterministic signal. يعني هسه هنا الـ x of t تتغير، اللي هنا هي sine wave، إلها معادلة موجودة. بينما الإشارة جوا هنا voltage، يعني السلوك هم ما محدد، سلوكها بين زمن وثاني هو يعني مو يعني، فلا تخبطون بين النوت بريودك والراندوم. ديش واحد ديش إشارة إنها نفس المعادلة بس ما تعيد نفسها بأزمان ثابتة، بينما هذه الإشارة كل زمن لها شكل معين، فإحنا نسميها راندوم سيجنال أو نون ديترمينستيك سيجنال. يقول a signal is said to be non-deterministic if there is uncertainty، ما يوجد تأكيد، with respect to its value at some time instant. لا يعني ما عندي أني معادلة وعوض بها قيمة التيو تطلع لي، أني ما أعرف معادلة الإشارة ما أعرف، فأسميها random. non-deterministic signal are random in nature، هي عشوائية في طبيعتها، وبذلك called random signal. Called random signals. Random signals cannot be described by mathematical equation. Maybe a mathematical equation. They are modeled in probabilistic terms. يعني يحددوها إحصائيا، احتمالية. تمام. ماخذين احتمالية؟ مو لا. أي دكتور. تمام. بالاحتمالية. شلون أني أحدد تجربة عشوائية؟ عندي المين فاليو، عندي الفاريانس. عند الموديل مالها وأقول هذه، أما سلوكها الديستريبيوشن مالها غاوسيان أو الديستريبيوشن، يعني هذا يسحل البروبابيلتي دينسيتي فانكشن مال الإشارة، أخذ سامبلات معينة وتعامل معها إحصائيا وليس بمعادلة هي معروفة. هذا العلم شامل لكثير من الأمور، لأن يعني كثير من الأمور هي غير معروفة. شلون أني أخمنها عن طريق الحسابات الإحصائية أو الاحتمالية. الكلاسيفيكيشن الآخر هو الانيرجي والباور سيجنال. هذه الإشارة هي أما تكون هي انيرجي، هي إشارة طاقة أو إشارة قدرة. يقول a signal with finite energy is energy signal. In another word, signal g of t is energy if. شلون أني أحسب الانيرجي مع الإشارة؟ أحسبها كأنما أجمع الإشارة مربع الإشارة بالليمت مالتها. فهنا دا يعملها general، يأخذ الليمت مالتها يعني الحدود مال integration minus infinity plus infinity. الجي اوف تي هي الإشارة
absolute تربيع، يعني كل القيم بها تربيع. إذا كانت هذه القيمة محددة convergence يعني ما تؤدي إلى infinity، فهذه الإشارة هي energy وأقيسها بالجول. بينما إذا كانت الباور هي محددة فتكون الإشارة يصبح لها باور سيجنال. فشلون أحسب الباور آني؟ نفس حساب الإنيرجي ولكن أقسمها على التي مالتها على البريود. هي الإنيرجي شنو؟ الباور. الباور تساوي الإنيرجي على التايم، يعني الطاقة، يعني هي القدرة اللي راح أصرفها. بينما القدرة الطاقة الكاملة القدرة هي يعني يسمى كأنما البطارية لما ما مشتغلة لما خازنة بها طاقة معينة، بينما لما يسحب منها جزء معين من تيار هذا المصروف أسميه باور. يعني حتى بالمطارات يقول الباور القدرة الكهربائية تشغيل هذا الجهاز هل قد واط، فأقيسها بالواط. أنا دي ينطي إكزامبل شون يعني يحسب إشارة معينة، فأخذها ليمت قسمها الإشارة. شوف جزء الإشارة يعني من الماينس 1 للزيرو هي إلها 2، النوبة شنو إلها جي أوف تي، النوبة إلها إكسبونينشال، فكلها تعتبر إنيرجي. دائما البريودك سيجنال هي باور سيجنال مثل ما موجودة بالإكسامبل الثاني. شباب اكو سؤال هنا يعني على هذا قبل ما ننتقل الى غير موضوع، يعني الموضوع الثاني شوي يحتاج يعني تفكير ويعني ما بيرتباط ويا هذا. فاذا ما عندنا يعني ملاحظه او شيء شك في شيء خلي يعني نشارك بالفهم إذا واحد باني فكرة وبباله أنه فما بيها إحراجات. يعني بالأخير من يجي سؤال يجي كويز يجي هذا أنتم مسؤولين على هالشيء. هسه فرصتكم تسألون تستفسرون يعني ما هذا ما بيه شيء دكتور. يعني دارسي أنتم هذا؟ نعم دكتور. دارسي هذا؟ لا. لا بس يعني هو واضح يعني. يعني نجيب بعد لأنه بي أساس إحنا مطين كأساس إذا يعني نجيب براحتنا أسئلة إن شاء الله إن شاء الله يعني مو كلش بس ما يخالف سهلة تمام. يعني هنا لما أحسب إنيرجي مال هاي السيجنال هذا البارت أخذ الليمت مالته لو بجمع مع بالأخير هذه الإشارة أخذ الانتجريشن مالتها لأن هي من الصفر وفوق هي لها هذا الإكسبونينشال هذا الديكي تمام. فهذا البارت الثاني مالتها كاملها قيمة طلعت الأربعة الأولى زائد الأربعة الثانية طلعت ثمانية، مفروض يكتب جول لأن هي إنيرجي سيجنال. هذه الإشارة هي باور سيجنال، دائما قلنا البريودك هي باور سيجنال. اريد منكم يعني اللي يحسب الباور بهذه الطريقه تمام. هنشوف هذا لما نطيب السولف بروبلم اخلي عليكم هوم ورك تحلوه. انا اعطيكم سؤال يقول اكزامبل كلاسيفاي سيجنال كوساين 3 تي اكسبونينشال ماينس تي ابسوليوت ماينس 2 ابسوليوت تي وبلس 2 تي. فاجي لاول واحده اف اوف تي تساوي كوساين. اولا هي ديترمينستيك لان موجوده المعادله مالتها تمام. هي بريودك لانها اشاره كوساين دوري. وباور سيجنال انت تقدر تحسب الباور والانرجي وتشوف ياها ياهل يطلع لك finite
فهو هنا حل السؤال شلون راح يحسب الباور مال الساين والكوساين. هاي تفيدكم. يقول 1 over t الانتجريشن من الزيرو للتي يعني دورة واحدة اف اوف التي تربيع. فاني شنو هنا اجي كوساين 3 تي تمام كوساين اوف 2 باي اف تي. ايش قد عندي هنا لازم اعرف ال السبيسيفيكيشن مالتها يعني من هذا من هذا الكوساين اطلع الكابيتال تي مالتها يعني هنا اذا منطيني كوساين 2 باي اف تي التي هي شنو التي عكس الفريكوانسي تمام. هنا ايش قد الفريكوانسي مالت الاشاره احد يجاوبني شباب دكتور 1/2 باي/3 هنا شنو 1 على تي صح ولا لا التي معكوس الفريكوانسي صح ولا لا يعني كأنما هنا الفريكوانسي نفسه هنا حيصير اوكي تمام دكتور. أنا بالأخير أيضا أنطيكم أنه دائما بالساينسويدال سيجنال الباور مالته أي تربيع هذا أنتم تفهمون شلون بالأخير طلعت أي تربيع على 2 هسه ايش قد الأي مال كوساين يعني إذا عندي أي كوساين أوميجا سي تي مو الاي هي الامبليتيود هسه انت من تمشي على هذه الخطوات او القانون هذا مالتها بالاخير هي ايش راح يصير الاي ايش قد هنا هي 1 فاذا طلعت ايش قد نصف 1 ولما نتعوض بالقانون هي تطلع نفسها بس دائما باسئله الكوميونيكيشن ناخذ مختصر اي تربيع على 2 هنا الاوميجا تي الأوميجا تي هي إيش قد منطينيها؟ منطينيها 3 أو إحنا نسميها الأوميجا سي أو الأوميجا منطينيها 3 الفريكوانسي هو نفسها أني أقسمها على 2 باي تمام؟ التي هي عكس الفريكوانسي هذا الأف تي تساوي 1 أوفر فإذا الإشارة ديترمينستيك وبريودك وباور سيجنال والباور اللي بيها محددة مو انيرجي سيجنال لأن إذا انيرجي تطلع انفاينات الإشارات الباقية هاي أنتو يعني عليكم شلون سووا هي اكزامبلات محلولة هسه احنا بما انه تناولنا موضوع الإشارات اكو إشارات معروفة معينة من ضمن هذه الإشارات يعني لها استخدامات بالكنترول او بالكوميونيكيشن اشارات ثابته من ضمن الاشارات يصيحوا لها الامبلس الديركه الامبلس شنو سبيسيفيكيشن مالتها اشاره موجوده فقط في الصفر بقيه الاكسس ما موجوده هي هنا موجوده فقط يعني شوف المعادلة مال دائما الرمز مالتها هيجي of t infinity at t تساوي 0 وصفر other the properties مالتها الخصائص integration مالها 1
ومن أضربها بإشارة تطلع الإشارة بمقدار التي مالتها، بما أنه الديفولت تي مالتها، فتطلع لي هنا الـ F of T at 0. فهذه الإشارة إلها هي تساعدني بالموديلينج أو تعطيني المفهوم الأساسي للساملينج. يعني أنا لما أسوي شفت لهذه الإشارة وأضربها بإشارة معي راح تنطيني الإشارة at shift value. أسد تشوفوني هنا F of T مضروبة باليونت امبلس of دلتا of T minus T نوت. يعني هذه الإشارة موجودة فقط بالT نوت. لما حاصل الضرب شو ينطيني؟ ينطيني F of T نوت، كأنما يصفر البقية، يضرب البقية بصفر ويبقى لي بس السيرتين فاليو اللي بيها مقدار الشفت. تمام؟ وأيضا منطي إكزامبل عليها هنا. النوع الثاني هو اليونت ستيب. هسه بالكنترول ان شاء الله راح تشوفون الستيب ريسبونس واليونت امبلس ريسبونس. هذه الاشاره هي واحد لما تكون تي اكبر او تساوي صفر. صفر العكس مال هذا، لما تكون التي، فاذا هذه الاشاره تمثل البوزيتيف اكس اكسس فقط، وتمثل فقط اللي يصحوا لها ما بيها فيوتشر، فقط the present value. يصحوا لها الكوزل سيستم اذا كان يحقق اليونت ستيب. وايضا بياناتهم تحويل، شلون اني احول الدلتا هي مشتقه اليونت ستيب، واليونت ستيب هي انتجريشن مال الدلتا فانكشن. هاي اشارات معروفة وأيضا تفيدكم بالكنترول. السيجنام أيضا إشارة موجودة، هاي الإشارة تكون كأنما يونت ستيب موجودة بالطرفين، ولكن الطرف الثاني هو سالب، أيضا لها استخدامات خاصة. وعندي الإشارة الأخرى هي السينك، اللي هي تمثل ساين الزاوية على الزاوية، يعني ساين اوف التي على التي، هذا الشكل مالتها بهذا المخطط. هسه واضح شباب؟ اكو سؤال، ملاحظة، استفسار؟ لا تمام دكتور. تمام. وعندي triangle function الموجة المثلثة اللي هذا الشكل مالتها. طبعا أنا من نشرح هذه الإشارات أكو علاقات بيناتهم، يعني ال convolution مال ال rectangular هو triangular function، اليونت ستيب واليونت امبارس بينات التحويل، السينك والترانجل بياناتهم ايضا علاقات. فانت لازم من تعرف هذه التفاصيل كل الامور راح تتوضح لك. يعني ما نقدر ننطي نيكست ستيب اذا احنا ما نشرح سبيسيفيكيشن مال مال الاشاره المعينه. هسه السيجنال سبيكترام، أنا الإشارة من كنت وضحتها قبل قليل، وضحتها كلها بدلالة الأمبليتيود وتايم، ولكن أكو سبيكترام، أكو تردد هي تشغل هذه الإشارات. The spectrum is a frequency representation of a signal. يعني أنا قبل من كنت أوضح الإشارة T F of T فقط بالتايم دومين، بينما اكو شيء انا اسميه الفريكونسي دومين F. شنو الشكل، شنو صورة الاشارة بالفريكونسي دومين؟ انا اسميه السبكترام، لان احنا بالاتصالات نتعامل مع ترددات، ولازم اعرف موقع الاشارة بالطيف الترددي. فاذا انا لازم اعرف السبكترام مال السيجنال.
spectrum is a frequency representation of a signal. A spectrum of a sinusoidal signal, high sinusoidal, a cosine of 2 by ft plus theta al phase. Single, عندي هسه راح ناخذها. عندي الدبل سايد باند والسنجل سايد باند مالي الاشعار. الدبل سايد يعني وين الفريكوانسي الموجود بالفريكوانسي دوم اللي هو الاف نوت. الفيز الفيز الموجود بهذا الفريكوانسي تمام. بالدبل سايد باند نفس الفريكوانسي البوزيتيف مالته والنيجاتيف مع تقسيم الامبليتيود على 2. وهذا الفيز مالتهم. هذا بيرولز. بيرولز اني لما اجيب لك اشاره واقول لك طلع لي مالتها السبكترام يقول دائما the amplitude is always دائما بوزيتيف. يعني اذا كان ماينس كوساين 2 باي اف شلون احوله الى نيجاتيف؟ نفسه بس اطرح من عنده 180 كانما اخذ الانفيرس مالته تحول الى. يعني لما تجيك اشاره هيجي لازم تحولها الى هذه الصيغه. دائما الفيز يعني لما يجيك ساين تحوله الى كوساين. ما اتعامل اني ويا الساين لان الساين بي ايماجيناري. فشلون احول الساين الى كوساين؟ باها بالمختبر قلنا بينهم فرق طور 90 درجة. يقول في الانجولار فريكوانسي يوزد يعني الراديان فريكوانسي إذا كان هي بدلات الأوميجا لازم شي سوى أني أضرب الأمليتيود بتو باي. عشان راح نأخذ إكزامبل عليه. إكزامبل بلود the amplitude and phase spectrum single and double side band إلى هذه الإشارة. الإشارة متكونة من جزئين 4 كوساين of 2 باي زائد 30 2 ساين of 4 باي F نوت T ما بيها فايد. إذن إيش عندي أنا فريكوانسية؟ عندي F نوت وعندي 4 باي F نوت. هو هنا المفروض يكتب F1 يعني شنو هنا؟ احنا قلنا ما نتعامل مع الساين، فقط الساين احوله الى كوساين. شلون احوله البار 2؟ سويت نفس التردد مع فيز ماينس 90 تمام، اللي مثل ما صار بالجزء الثاني. هذا الجزء من حول ساين ضاف فقط ماينس 90. فبهذا التردد عندي 4 امبليتود 4 تمام اللي هذا. بالتردد الثاني العفو هنا 2 باي اف 2 باي اف بالاف نوت. هنا اذا عندي 2 باي اف ايش قد متبقي الاربعة؟ هو 2 اف نوت تمام. صار هذا السنتر فريكوانسي مالته. ايش قد بي امبليتود؟ بي 2. بالفيز بهذا التردد اكو فيز ايش قد؟ 30. وبهذا التردد اكو فيز ماينس 90. اذا ارسم الدبل سايد بان نفسه هذا الايمج مالته هذا وهذا الايمج مالته هذا مع تقسيم الباندويث، فالأربعة صارت 2 والاثنين صارت 1. اوكي واضح شباب؟ تسمعون صوتي؟ نعم ساد واضح. تمام. يعني شلون احول هذا التايم دومين سيجنال الكوساين
شنو يماثلها بالسبكترام بالفريكونسي دومين. هذا أبسط أنواع البرزنتيشن مال الإشارات. إحنا أكو شيء بس نتطرق لا إحنا هسه يعني أكو أمور أني أضطر أشرحها وأصرف فيها وقته على مود ما يصير عندنا غموض بالمواضيع القادمة. التحويل الإشارة هذا هو موضوع بحد ذاته حول السيجنال سبيكترام. شلون أني أحولها من الصيغة عرفنا هذه التفاصيل، ممكن هذا نجيب لكم بسؤال معين. بس التحويل الأساسي هو بالفوريير ترانسفورم. درستوا الفوريير لو لا شباب؟ أي دكتور ويا من أخذتوا ويا أستاذ سيد يا بالأول لو بالكورس المرحلة كورس أول أين شنو اسم هالمادة؟ الجينيك ماس ماس 2 مو؟ لا 1 هي انجينيرينج ماس مو؟ تمام تمام هو هذا. فالفوريير ترانسفورم يعني لما إشارة عندي تعرف الفوريير هي الإشارة مو اف اوف تي. الفوريير ترانسفورم أنا شوية القلم اليوم أدروني لحد ما أدبر لبطارية إن شاء الله، فخلوا ببالكم أو تراجعون هذا الشيء. أريد موضوع الفوريير ترانسفورم تراجعوه وتفتهمون وتربطون شنو الربط ويا السبكترام هذا. يعني إذا كانت إشارة F of T لما أسوي الفوريير ترانسفورم يعني الF operator مال F of T أسمي F of الأوميجا تمام؟ فالاف اوف الاوميجا هي صورة نفس الإشارة ولكن بالفريكوينسي دومين. من الحول للأوبريتر اللي وداني نقلني إلى هذا الدومين هو الفوريير ترانسفورم. تمام؟ اللي هاي العملية بضرب يو اس ماينس جي اوميجا ام تي في الاف اوف تي وال والانتجريشن ماينس انفينيتي لبلاس انفينيتي. هاي العملية هي عملية تحويل الى فريكوانسي دومين المن للإشارات الغير النون بريوديك ديترمينستيك ولكن غير بريوديك اني احولها بالفوريير ترانسفورم. والفوريير ترانسفورم للبريوديك اسميه فوريير سيريز، للنون بريوديك اسميه فوريير ترانسفورم. وبعد يجيك هواي امور تاخذوها ان شاء الله بالدي اس بي وبالديجيتال كنترول اللي هي المواضيع القادمة. يعني كل إشارة يعني حالياً هسا احنا أبسط سبكترام الهادي السينسويدال اللي فريكونسي مالها واضح شلون أني أحول مثل ما الكمبونت مال السيجنال شلون حولتها بالفريكونسي دومين. بينما تجيك إشارات غير الكوساين. هو شنو تعريف الفوريير؟ الفوريير يقول أني أقدر أحول إلى كل إشارة موجودة بالطبيعة إلى عدد غير متناهي من الساين والكوساين. يعني راح أمثلها بشكلها الأساسي. قال هو كل إشارة هي عبارة عن ساين وكوساين. من حولها إلى ساين وكوساين يعني وضح التردد مالتها. فلما تجيك exponential e to power t e to power any signal فلما تطبق عليها الأوبريتر كأنما أنت تسوي تطلع principal component مال السيجنال، يصح لها الديكومبوزيشن، ده تحللها إلى تفاصيلها الأخيرة. شوف شو تبين بالفريكوينسي دومين. يعني كأنما تفصل الإشارة هذه المعقدة المترابطة بالتايم دومين إلى صورتها بالفريكوينسي دومين. فأول تاسك عليكم أني أريد موضوع أريد موضوع الفوريير يتوضح. وشنو نستفاد من عندي؟ يعني الفوريير إحنا أني ما موجود بالسيليباس. بس لازم تعرفوه يعني الباند وثول هذا كأنما يعني أنا أقدر أمشي على السلباس حرفيا بس ما راح تستفادون. يعني كأنما واحد يشرح مواضيع وما صاير بها ربط ومع الأسف مرات تصير بغير كليات أو بغير شغلات. يعني تكون مهمة الأستاذ يعني ذي يمشي على المواضيع والطلاب هم بوادي هو. يعني ما أحب يعني ما أحب أمر يعني أنه يعني مثل ما أنا تعلمت شفت الشورتج الموجود بالتدريس أنا لازم أنطي شيء على الأقل يعني باكر عقبة تذكرون إنه هذا الشيء استفاديته من عندي.
فالفورير ترانسفورم شون اللي هو هذا spectrum of non-periodic signal. The spectrum of any non-periodic signal double side can be obtained by using f of the omega اللي هو هذا الفورير. بس تعرفوا تفاصيله تفرون علينا وقت ال f of t وبالانفيرس مالته. أنا هاي المحاضرة إن شاء الله راح أصعدها لكم على الموديل تطلعون عليها وبها أصور بها solve problem أو نعطيكم أم المسائل المحلولة يعني نضيف فيها شيت. إحنا دائما يصير عندنا شيت أما يعني بنفس المحاضرة نأخذها أو يعني نرفقه بالمحاضرة الثانية تكون بأسئلة محلولة. طبعا هذا الموضوع هو اليوم مقدم للكوميونيكيشن سيستم وهو الأساسي لأن بعدين ما راح نمشي بمواضيع السيلباس. لما يجيك شيء إذا أنت ما فاهم ذني ما راح تربط بيانات يعني لما نجلس سامبلنج وأنت ما فاهم اليونت إمبالس راح يصير عندك مشاكل. فأرجو أنه تراجعون هذه المحاضرة عن كثب واللي تحتاجه من الرياضيات أرجع له بالكورس الأول بالمرحلة الأولى على ما يصير عندك كل الأمور مترابطة مع بعضها. شباب سؤال ملاحظة استفسار ما زال عندنا بعض الوقت. تمام استاذ يعني ما عندنا هسه بس هي لديها قراية يعني شوية المفاهيم جديدة بالنسبة لنا. تمام إن شاء الله تقروها على راحتكم وتمشي الأمور إن شاء الله. دينا أنا إن شاء الله بالأيام الجاية أفعل إنه خاصية الحضور بالمودل يعني يروح يسوون هناك أتيندز. بس اليوم أريد يعني تنطين السكرين مع المتواجدين أو الغير متواجدين بعد يعني أفضل إذا تنطين يعني. تمام هو عندنا غياب واحد هسه أشوف منه. أي والله رتبيها الوضعية على مود لين أنطي لازم أرفع السلب للقسم. ماشي وإذا تحبون سوون يعني دائما كان عندنا جروب بالتليجرام يعني يوقف المودل يصير مشاكل محاضرة تتأجل فيعني كتبوا على يدية كوميونيكيشن بالتليجرام وضيفوني أنا بي. تمام دكتور الكل موجودين عدا مأمون برهان. مأمون برهان أي تمام تمام مأمون برهان أوكي إن شاء الله. إذا ماكو سؤال نلتقي بالمحاضرة الجاية إن شاء الله. تمام إن شاء الله. تمام نشوفكم خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة دكتور.